أنا اسمي عيسى خالد، أنا بعزف بيانو، اتعلمت بيانو من وأنا صغير، درسته، خدت فيه شهادات، وابتديت كمان أعلم بيانو. I have a message إن أنا أوصل للناس فكرة إن الميوزك مش بس آرت أو فن وبس، لأ، الميوزك لغة، لغة بنتواصل بيها مع بعض، بنوصل بيها مسج للناس، بتوصل بيها مسج للناس اللي بتحبهم. لو أنت زعلان، الميوزك لغة زيها زي أي لغة موجودة حوالينا. بدأت أبدأ فعلا وبعلم ناس كتير في مجال البيانو أو الميوزيشن عامة، theoretical و practical. I'm looking forward إن أنا أنشر رسالتي دي، إن أنا أعرف الناس إن الميوزك فعلا حاجة تقدر تتعامل بيها مع الناس، حاجة مفيدة جدا في حياتك، حاجة مريحة جدا ليك، بتساتيسفاي حاجات جواك. ده المسج اللي أنا نفسي أوصلها لناس كتير، and I'm looking forward إن أنا أوصلها عن طريقكم أنتم. And thank you.